شوفوا هنا الاعاده، هذا ماشي غير تسلل، هذا تسلل واضح، ولكن واش اعتبر اللمسه ديال اللاعب حريمات هي اللي كسرت التسلل؟ على العموم يعني يتم التاكيد على الهدف في اللقطه الماضيه. وشنا اللقطه، شنا الاعاده، وشنا هنا الاسلوب اللي جا من رونالدينيو بياكو كي براتو تسماك سون انسبيراسيون. Ah oui, bien sûr, on y va. Le but peut-être. Et le but.